محاضرة اليوم هي عن مشاركة الملفات والمصادر، وهي استكمال للمحاضرات السابقة التي قمنا بها. أهمية مشاركة المصادر المختلفة. أولا، في عصر التكنولوجيا وعند استخدام تكامل التكنولوجيا، لابد أن نبحث عن طرق لمشاركة المصادر وكيفية إيصال هذه المصادر لطلبتنا. طبعا هناك المشاركة من المعلم إلى الطالب ومن الطالب إلى المعلم. هناك طرق تقليدية أو طرق قديمة قليلا، ممكن أنه المدرس يضع الملفات والفيديوز وأي مصادر يرغب بمشاركتها مع الطلبة من خلال CDs أو من خلال وضعها في أجهزة الحفظ مثل الثم درايفز، أو ممكن أنه يشاركها عبر الإيميل أو البريد الإلكتروني. طبعا هناك مئات الوسائل التي يمكن من خلالها حاليا أن نقوم بمشاركة المصادر المختلفة مع الطلبة. من أهمها وأكثرها حاليا استخداما مستندات جوجل أو جوجل درايف، وتتم هذه العملية من خلال وضع كثير من الملفات داخل جوجل درايف ثم عمل المشاركة. وسنقوم بعمل فيديو قصير عن مستندات جوجل وكيف يمكن أن نشارك فيه، سواء ملفات فيديو أو ملفات تحوي documents مستندات أو صور أو أي مصادر أخرى، وهو يعني واحد من الطرق السهلة والسريعة للمشاركة. أيضا لدينا موقع مشاركة آخر اسمه ThinkBinder. في ThinkBinder يستطيع المعلم أنه يعمل ملفات يشارك بها طلبته من خلال الديسكشن، من خلال الشات، من خلال الشير، من خلال كولابوريشن. أيضا لدينا بعض مميزات للبايندر، أنه بإمكاننا نشارك الفيديو أيضا من خلاله.